مشاهدينا الكرام، للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية رئيس مركز إدراك للدراسات السيد باسل حفار. أهلا بك سيد باسل. بداية، مجلس الأمن يتوصل أخيرا لهدنة في سوريا، ماذا تقرأ في هذا الإجماع الدولي أخيرا وما هي الخطوة التالية؟ أهلا ومرحبا بكم، تحية لكم ولمشاهديكم الكرام. الحقيقة لا شك أنه يعني مسألة التوصل إلى هدنة أو تحقيق وقف إطلاق النار ليس يعني امرا مطلوبا، وهو ربما يمثل خطوه ايجابيه، لكن بناء على التجربه الماضيه التي عشناها مع حلب بشكل اساس ومع عده محافظات اخرى ومناطق اخرى في سوريا، لم تكن هذه الهدن ولم تكن هذه الاجماعات الدوليه ولم تكن هذه القرارات سوى وقت مستقطع قصير سرعان ما النظام خرج عنها واوقع ضحايا مدنيين اضعاف مضاعفه عما كان يفعله في السابق، و انتهى الامر الى كوارث من انواع مختلفه. نعم. الحقيقه طيب. نعم. تفضل. الحقيقه ليس المطلوب من مجلس الامن فقط القيام بوضع هدن وتحقيق وقف اطلاق نار وما الى ذلك، هذه مهمه مؤسسات اقل بكثير من مجلس الامن. المطلوب من مجلس الامن يتخذ موقفا صارما من عمليه القتل ومن المجرم الذي يقوم بعمليه القتل ومن الدول التي تدعم هذا المجرم. طيب، هل تعتقد ان القرار بحد ذاته يمكن ان يشكل مرحله مهمه لوقف القصف على الغوطه وكذلك التاثير على روسيا والنظام؟ يعني حضرتك الان تتطرق الى جهات اخرى ربما تشارك في عمليه الضغط. القرار بحد ذاته لا يشكل ضغط على هذه الدول، خصوصا وان روسيا هي من دعا الى الاجتماع. وعملية وقف إطلاق النار وإن كانت فترة قصيرة لا شك أنها أفضل من أن يستمر وقف إطلاق النار بشكل مستمر، لكنها لا تشكل بأي حال حلا نهائيا لمشكلة الغوطة. مشكلة الغوطة حتى تحل حلا نهائيا يجب أن ينفك عنها الحصار، تفتح الطرق باتجاهها، تتحول إلى منطقة آمنة لا يسمح فيها للنظام وحلفائه بممارسة القصف والتدمير وغيرها من أدوات الإجرام. المندوب الروسي قال إنه اضطر للموافقة على قرار الهدنة وأصر على عدم شمل فصائل المسلحة منها جبهة النصرة. كيف نفهم الموقف الروسي الآن في ظل تحشيد النظام لاقتحام الغوطة وكذلك قصفها بالفوسفور والنابالم؟ النظام بتحركاته المدنية يستند إلى جناحين أساسيين، هما الدعم الروسي والدعم أو الدافع والدعم الإيراني أو المؤازرة الإيرانية. عندما يقوم يعني عندما لا يتمكن او يحرج الدعم الروسي في اتخاذ القرارات التي يريدها النظام، يميل النظام بقوه وبشكل مباشر الى ايرانيه ويبدا بقيام بخطوات ميدانيه للاستناد الى القوه الايرانيه. وعندما لا يحدث هذا هو يميل بالعكس الى القوه الروسيه، هذا على انه الروسي اكثر مناسبه يتبنوا مواقفا معينه على في مجلس الامن او في ارتباطهم السياسي، ولكنهم على الميدان وفي الارض كانوا يقومون بخطوات من نوع اخر. وبالتالي الحشد الذي يقوم به النظام اما انه حشد تحضيري لخرق هذه الهدنه بعد فتره قصيره من بدئها، واما انه من الاصل لا يوجد هدنه وان النظام ينوي مباشره الاستمرار بعمليات الاقتحام والقتل وايقاع الضحايا بين اهل الغوطه. يعني هل يمكن الفهم من هذا الطرح ان روسيا قد تقول بانه انا اكتفيت فقط بعمليه وقف اطلاق النار ويكمل النظام الجزء الاخر من هذه العمليه؟ يعني هي الروس من الاصل انكروا اي علاقه لهم بعمليه اطلاق النار وقالوا ان طائراتهم ليست هي من يقوم بالعمليات في الغوطه، ويمكن ان يتنصلوا بسهوله من علاقتهم بالنظام بان يقولوا انه هذا النظام هو الذي يقتحم هو الذي يقصف، نحن وافقنا مثلكم على الهدنه ولكن لا نملك طريقه لاجبار النظام. هذا الطرح واجهناه في حلب وواجهناه في ادلب عندما قالت روسيا انها لا تملك ان تجبر النظام على وقف اطلاق نار او على عدم القيام بعمليه من نوع ما. طيب، يعني مجلس ريف دمشق يعني تمسك بالأرض وبالسكان، السكان طبعا يتمسكون بأرضهم ويرفضون التهجير بقضية أخرى، ماذا ينتظر بعد أو ماذا ينتظرهم بعد جلسة مجلس الأمن؟ يعني المفترض أن ما ينتظرهم بعد جلسة مجلس الأمن هو دخول المساعدات، لكن الحقيقة يبدو أن هناك احتمالات كبيرة تتصاعد نحو استمرار عمليات الاقتحام. إذا حصل اقتحام من قبل النظام لهذه المناطق فللأسف نحن أمام يعني احتمالية صدام دموي واسع جدا ميداني على الأرض، نتحدث عن أعداد كبيرة جدا من الضحايا، هناك أكثر من 400,000 محاصر في داخل الغوطة. هذا الأمر لن يعني حتى وأنا أتكلم أحاول أتصور الكارثة، يعني الأمر أصعب حتى من أن يتصور للأسف. نعم،
سيد باسل حفار مدير مركز إدراك أو رئيس مركز إدراك للدراسات، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول، شكرا جزيلا لك.